مجموعات إرهابية مسلحة بتلك اللحظة من خروج المدنيين بإطلاق القنص والرصاص الحي المتفجر على الأهالي، كما تشاهدون الرئيس الإخبارية السورية ترصد لكم لحظة بلحظة خروج الأهالي الشرفاء من منطقة طريق الباب والميسر والجزماتي ومنطقة دوار الحلوانية. الآن تشاهدون ذلك الطريق، هو الطريق المؤدي إلى طريق مطار الدولي، أيضا ذلك الطريق يمتد باتجاه دوار الصخور والكازية والإطفائية. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.